أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الأحبة أينما كنتم، أرحب بكم أجمل وأرقى الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم يوميا نطلع عليكم بهذا الوقت بين أهلنا وناسنا وفي مناطقنا التجارية المهمة، المناطق الشعبية البسيطة اللي احنا دائما نسولف فيها ونذكر أهلنا وناسنا دائما بهذا الجانب، انه ما دام اكو ناس تفكر بعيشتها وتفكر بخبزتها الحلال فلازم ولا بد انه نشجعهم ونوصل وياهم ونوقف وياهم ونتواصل وياهم بشكل او باخر. وهذا مو اول مره، يعني احنا الحديث الان مو اول مره نطرحه ولا اخر مره نطرحه ابدا. احنا نفرح من نشوف شبابنا يشتغلون، نفرح من نشوف المحلات التجارية جاي تشتغل، نفرح من يكون اكو عمل فعلي، نفرح من يكون صاحب المحل ده يشتغل وشغله ماشي ووضعه طبيعي وما متأثر بالجوانب، نفرح لانه بصراحة امنياتنا لهم دائما بالخير والبركة. اليوم احنا في مدينة الصدر وتحديدا في سوق الوحيلات، واحد من الأسواق المهمة اللي دائما أتواجد به تقريبا بين فترة وفترة نجي. كل الأسواق اللي موجودة بالمنطقة هي محطة اهتمام، لكن أكو فد خصوصية أو لون من العمل في هذا السوق تحديدا على بساطة، أو كل الأسواق تقريبا هي بشكل بسيط جدا وتتعامل بالطريقة الحلوة لأنه أهل المنطقة بيناتهم، وأهل المنطقة من صاحب المحل يكون من المنطقة يعني اللي يمر عليه الجار واللي تمر عليه جارته واللي خالته وقرايبه وعمته كلهم يمرون عليه منه، فلذلك انه اكو فد طريقة حلوة عندهم انه هذا التعاون الجيد اللي اشوفه اني خلال تواجدنا في هذه المناطق تحديدا اشوف حلو حلو هذا الموضوع، حلو من يكون اكو سؤال وجواب بيناتهم ويعتبرون نفسهم مو يعني المره من تجي تسوق ما تحس نفسها انه هي بغير او بغير سوق، او تحسهم اقرباء، تحسهم ولد ولايه مثل ما نقول، وهذا يفتح باب للتعاون وباب للرزق بصراحه. احنا دائما في هذه المناطق الشعبيه، هسه واحد يتساءل يقول مناطق الشعبيه ليش تروحوا لها؟ اكو والله بعض الاخوه يقولوا لي يا احمد ليش تروح المناطق الشعبيه؟ شنو اللي يخليك الاهتمام تروح؟ اخوان احنا نريد نحافظ على طريقه او قضيه بهذا الخصوص. المناطق الشعبيه كانوا قبل اهلنا من يسولفون بيها تلقى بيها الاخوه وتلقى بيها الاصاله وتلقى بيها يعني العلاقة الطيبة الاجتماعية وتلقى بيها لون من التواصل. لذلك انه هذا نريد نعيد من يكون تواجدنا، نريد نعيد ذيك الايام لانه مر العراق بظروف صعبة جدا وقضايا مرت علينا هواية وخلتنا ندفع الثمن ولا زلنا لغاية اليوم ندفع الثمن. عموما سوق الوحيلات يعني وحركة الناس اللي بيه الله يعطيهم الصحة والعافية بهذا الوقت تحديدا، يعني تشوف حركة الناس جيدة لا بأس. اختلاف الجو، اختلاف الموسم أيضا يعني يعطيهم فد لون من العمل وساعدهم شباب، وبالتالي دعوا في الرجال. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ زاغروس مشغول ولا مشغول؟ بالتالي انه كل الحب والتقدير لهم، كل الحب والاهتمام لهم، ونتمنى لهم دائما الخير والبركه. هذه الصوره طبعا الجو شتوي وبدت المحال التجاريه تنزل البضاعه الشتويه، ايضا تنطي فد جانب شوي مؤثر بالسوق، لانه بصراحه واحد من الامور المهمه اللي هو يفكرون به الاخوه اصحاب المحال يقول لك والله هذا الجوانب. خلينا نشوف لو العطور بالله علاوي متخلى، خذ راحتك. السلام عليكم حب. سلام حبيبي، شلونك كابتن؟ يا قلبي
شو اخبارك؟ شلون امور؟ ان شاء الله زين. قلبك حبيبي. الله يديمك. الله يحفظك. الدعاء روح لك. مفاجأة. لا عادي ماكو مشكلة، حلك هذا حبيبي. الله يديمك. الله يحفظك. اخ عزيز والله. ربي يحفظك. شلون احوالك؟ والله نعمة بخير. شلون شغلك؟ نعمة الحمد لله. شلون سوق الوحيلات؟ والله سوق الوحيلات حلو، كلش حلو. حلو بناسه وباهله وبملقاه كل شيء وبشغله. محلك هذا. الله يديمك. ربي يحفظك. فدوى الوجه. انا دائما يعني احب الشباب اللي يشتغلون والله بصراحه. بارك بيك ويحفظك. يحفظك. فدوى اروح لك. شلون شغلكم هسه حاليا بهاي الفتره؟ والله كلش حلو. الحمد لله. الحمد لله ماشي. جيد. ايه. اللي ينتج بعمل حلو بجوده حلوه وبمصداقيه يشتغل. اما اللي ما يشتغل واللي جودته مو زينه فهذا الشيء يرجع لمصدر رزقه، هو ما يشتغل. زين. اي فالمصداقيه تبقى اساس النجاح بكل شيء. جيد. اي. اسمك كريم. انا حسين. حسوني ابو علاوي. ان شاء الله ابو علاوي مستقبلا، الناس بعدك صغير ان شاء الله خير وبركه. بدت الناس يعني تدخل بين يعني التوصيل بين تجي لهنا يعني منو الافضل؟ والله بالنسبه هسه حاليا انا عدي توصيلي. اي بالنسبه لهسه حاليا كشغل انه صار 75% شغل انترنت بيجات توصيل، اما صارت نسبه قليله خلينا نقول نفس ما هاي اهلنا القدماء يجون يسوقون لهاي، اما بالنسبه للبنات وهاي الامور فشيء قليل تجي تسوق لهاي، اما حاجاتك وهاي كلها معروضه على البيج تسوق. مهتم صار مهتم بالبيج انت ولا؟ كلش مهتمي. تقريبا ايش قد ياخذ منك وقت؟ والله وقت كلش هواي ياخذ، تصوير كلش هواي، ترويج كلش هواي، يعني انا اعتبر البيج كانما محل ثاني ماجره. اي لان انت ابسط ما تروج ابسط ترويج فده $15. بالضبط. زين وانت بعد احسب. والله اتمنى لك الخير والتوفيق. فدوى لوجهك يا حبيبي. انت وحدك اللي يدير بيج وتدير. اي وياي اخوي انا. ان شاء الله موفق. فدوى لقلبك. يبارك فيك. اخوي العزيز. حبيبي علاء. ورده ورده حبيبي خذ راحتك. اللهم خذ راحتك. انا بصراحه وجودنا بهذا يعني هسه احنا داعم لهي الطاقات اللي موجوده شبابنا. بدات الناس فعلا تاخذ غير جوانب. شلونك حب؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زين. لك ايش طالع انت تخبر؟ شو اسمك؟ علي. علاوي وانت؟ انا احمد. حمود وعلاوي اخوان لو؟ لا اصدقاء. شلون اخوان؟ اصدقاء ان شاء الله اخوان. شاطر لو مو شاطر؟ زين. بالدفعات لو مو بالدفعات؟ لا زين الحمد لله. والله زين الحمد لله. خب انا مطفاني. مطفي. دي مبروك عليك. العفو. حلو. زين نرجع لحسون. حسون بيصف؟ رابع. علاوي بيصف؟ رابع. بالرابع؟ ايه. جيد عاشت ايدك. تقرا لو ما تقرا؟ اقرا زين. اكثر واجباتك بالبيت حلل و بالمدرسه؟ مرات بالمدرسه ومرات بالبيت. والله يا درس اللي تحبه؟ الاجتماعيات. اجتماعيات. شنو ليش تحب الاجتماعيات؟ يعني المعلمه حبابه. والله زين. المعلمه دائما يعني تعلمك تسولف وياك دروسك حلو؟ اي مرات تضحك ويانا تعطينا دروس. والله جيد. وبعد اصعب درس تشوفه؟ ما كان صعب. مو صعبات؟ ايه. القواعد. قواعد صعبة. ايه. والانجليزي؟ انجليزي هم انا. والرياضيات؟ الرياضيات سهل. سهل؟ ايه. زين اذا سالتك هسه سؤال على الرياضيات تحله؟ جواب. ايه. هو علاوي. ايه. يعني انت بالرابع. زين ثمانية وننزل منها أربعة. ثمانية أربعة. ناقص. ناقص ايه. ثمانية ناقص أربعة. احنا ما ماخذين ما ماخذين الناقص. اي ماخذين زائد ماخذينه. دقيقه الناقص ما ماخذينه والزائد ماخذينه. يعني عندك 5 برتقالات. ايه. مو ونحط عليهن 2 برتقالات ايش قد يصير؟ 7. 7 وناخذ 3. ناخذ 3. ايه. 4. يلا موفق حبيبي. يلا موفق ان شاء الله خير وبركه فيكم ان شاء الله. كل الحب والتقدير لهم والاساتذه اللي يشتغلون، اقصد اللي يشتغلون اللي يقدمون فعلا دروس لهذه الفئه اللي العمريه صعبه جدا اللي هي بدايه المراحل الدراسيه الابتدائيه، واحده من اهم يعني المراحل عموما. السلام عليكم. بما انه البضاعه شتوي شلونك حبيبي؟ شو اخبار اخوي؟ قواك الله. شلون عافيتك؟ ان شاء الله زين. الله يحفظك. شلون امورك؟
اهلا وسهلا بكم. احنا نفرح من تنزل بضاعه وتجيب بضاعه وتهتم بشغلك. على راس هاي البركه بكم. الله يديمه. اهلا وسهلا. 100,000 البركه. المفروض سعداء جدا. على راسي انا وسهلا. نشوفكم تشتغلون والله العظيم نفرح. والله العظيم نفرح. والله العظيم. احنا نفرح من وجوه. شوف هاي الوجوه الطيبه. الله يديمك يحفظك. سهلا. ومن اخوي؟ ابو كرار. ابو كرار. ابو كرار نزل الشتوي. الشتوي ايه. نزل الشتوي. ظلمت الدنيا وظلمت هسه. البركة هاي من رب العالمين. لما تغيم وتمطر هو شغلنا يصير بال. الحمد لله نعم. الموسم تحسبون الحساب. لازم نحسب الحساب ايه. زين. ايه. مثل الاول الموسم؟ لا لا يختلف. لا الموسم عن موسم يختلف. لا الموسم نعمة. هذا الموسم العالم أهم شوية. صار العيال ومدارس وأطفال. بالضبط. كل شيء تريد. بالضبط. فالموسم هذا شوي صعب. أبو البالا يفكر بالموسم. ايه. وابو المحل ابو العطور هم يفكر بالموسم. من يفكر كل من اي هسه انت هم تفكر طبعًا. تفكر تطلع تجيب لي العويله العلاقه مريوده مريوده كل شيء مريود. واليوم نعم. ماكو شيء ببلاش. لا ماكو. لا ماكو شيء ببلاش. كل حياتنا هي كل حياتنا وتعب بتعب وركضه وهذا التعب كله وجه الله تعالى. شباب بعدك لا شباب. الحمد لله فضل الله واهل البيت. الحمد لله والله احنا وسهلا. صار لك ابو كرار؟ انا صار تقريبا من سنتين هنا. اي نفس المصلحه. اي نفس المصلحه. اي نفس المصلحه والله. بدايتك بهاي المصلحة و بدايتي ان شاء الله نقول احنا ما كنت هنا. انا كنت بسوق شلال الشعب. نفس ال اي نفسه. اي بالملابس اطفال ومحير وكبار وهاي ونعمه. سوق الشعب هم زين حلو. نعمه تجاوزات فلشونه. لازم نحترم القانون. القانون فوق الكل. الله مكنك ان شاء الله وهسه نعمه. لا نعمه نعمه خير من الله. خير من الله. نعمه الله يديم النعمه. جيت على امة محمد. اللهم امين يحفظك. كرار بالمدرسة؟ اي بصف الثاني. ونعمه بركه مهتم بي شلون هو واحد هاي عليم والله العظيم ودروسه ووضعه. نعمه نعمه بالمحد وندرس احنا نرجع جي. بالليل لازم نراقب جهانه هو هذا مو بعد مسؤوليتنا. اي لا لازم احنا بعد الله يعطيك الصحه والعافيه جميع ان شاء الله. خير الحبيب جراس. انتم هنا واحد يعرف الثاني ان شاء الله. والمره اللي تمر هم منكم وبيكم واختنا. زين رحم الله والديك. طريقه البيع والمشترى بالمنطقه. المنطقة ما حد يعرف الثاني. هذا اللي أثر وهاي 500 وهذا الألف واحد. لازم نطيح. ترى العالم مو مثل قبل. العيشة صارت صعبة شوي أو عد خاصة عند الفقير وإحنا هنا طبقة فقيرة. لازم نفكر بالفقيرة. إذا ما طيح لها وهاي المرة ما ترجع لك بعد. عندك زبائن إن شاء الله. زبائن ورب العالم من تطلع رب العالمين يوسع لك إياهم كلهم. أي حتى إذا مو زبائن إحنا حتى إذا جد مرة غريبة لازم تعاملها تعامل حلو. اي وهن كنا امهاتنا وخواتنا اللي يجنا كنا مو. جزاك الله خير. لك الخير كرير الحبيب. ورده حتى ما اخرك حبيبي. ورده ورده الله يديمك. لا دايم دايم اخ عزيز والله. كرار ابو كرار الحبيب الله يديمك يحفظك يا طيب. هذه يعني هذه الصور اللي نسولف عنها نسولف عن وضعها. وهذه الناس هي طريقتها بهالشغل هذا. السلام عليكم حب. يعني واحد يعرف الثاني واحد علاقته والثاني طيبة وتقريبا كل الأمور هي. السلام عليكم. خلي هنا لازم نأخذ لنا افلت. شلونك حب؟ شخبارك؟ شلونك؟ شلون أمورك؟ شخبارك؟ الحمد لله بخير. بردان؟ لا والله بس يعني تعرف الأجواء. شلونك؟ الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله ما شاء الله. والله نعمة دوم النعمة. الله يسلمك. تستاهلون النعم. ربي يحفظك. واحنا كنا نستاهل. فدول قلبك. الله يديمك ويحفظك. علينا ان شاء الله. الله يديمك. شلون اخوي السوق وشغله هسه تقريبا مدرسه وموسم؟ والله هنا بالموسم الدراسي معروفه هنا نصير يعني شلون اقول لك يعني شغلنا جمعه سبت خميس جمعه سبت هنا شغلنا. بالايام العاديه تعرف الامهات وبالدراسه مشغولات لو بالبيت اي لو بباب المدرسه. فيجن العصريات مرات تعبانات ما يجن يجن العطل يعني خميس جمعه سبت. انت بالمراقبه؟ هو سوق نيت. هو سوق نيت لعد السوق تقريبا صارت كل اسواق هالشكل يعني صار بيها خمول مو طبيعي. الوضع مو مثل ما قبل يعني اسواق صارت هوايه خاصة من بعد اللي صار بالسوق. عاد ذكره عاد الانفجار الأخير اللي صار بالسوق اللي يمو باللحم. الناس كانت تخاف تجي للسوق يعني جاي تتكرر عندنا نفس الوجوه يومية. وهن هاي البيوت يعني القريبة هنا المناطق هاي الثورة. هنا ذكرتني بالموقف هذا
اللي صار تقريبا قبل 4 سنوات يمكن. احنا بالسوق؟ لا، من صار الانفجار بالسوق يعني 4 سنوات تقريبا او 3 سنوات. 3 سنوات اي. 3 سنوات يمو باللحم. وهذا سوى انتكاسه بالسوق. كلش. يعني بنص السوق بنص. خب من بعد الحادثة بشهر شهرين ورا 3 أشهر يلا قام يتحرك السوق هنا. وقامت الناس تجي يعني للسوق. ناس تخاف. من بعد الصار بالأطفال خاصة هي كانت أيام عيد قبل العيد بيوم. إيه أسبع الأطفال راحت السوار راحت عالم تعدى. مو سهل هذا. لا الحمد لله والشكر راضين بقدر الله والحمد لله والشكر. الحمد لله الحمد لله والشكر. إيش قصة لك والله بالشغل هذا؟ والله أنا صار لي يعني تقريبا عمر 8 سنين هيت. كنا هنا نشتغل بقال انا ووالدي واخواننا الصغار. اي جابك على هاي؟ والله من شغله لشغله تعرف يعني. صفيت على هاي وبعد عندك صفينا على هاي. بس صار لك ايش قد بهاي؟ والله واذا نلقى شيء اقوى شغل اقوى يطورنا نطور من نفسنا طبعا. اي شلون العاد؟ لا انه وصل رزق ان شاء الله خير وبركه. الحمد لله والشكر. اجي هنا شلون جارتك؟ شوفها شوفها اجي على روح لها. جيتنا شلونك يوم؟ يدوم يا ربي. اسئله اقول له شلون وضعها وياك؟ قال اوف اوف يا اخي والله وين ما تطوي وجهك مصيبه. اي والله 8 بنات عندها يتام. تام اي عندهم هي معتني بيهم. يعني بناتها لو بنات ابنها؟ بنات ابنها بنات اخوها المرحوم. هي شايله وهل من الصبح لليل خطية بهالبسطية ها كانت لا روح للأسف عارض البريد. الحمد لله والشكر. الحمد لله الحمد لله. يعني أنتم هنا واحد يعرف الثاني يعني علاقتكم طيبة. طبعا أنا هاي الناس يعني أدعو الله أنه يرزقهم يعني وأنت منهم وأنا منهم. هذه ناس دام فاتحة أبواب رزق وتاكل لقمة الحلال فإن شاء الله خير وبركة. ندعو لهم بالرزق ان شاء الله يا رب ان شاء الله. جدا ممتاز تدعو القلب عزيز. ورده حبيب شرف. موفق يا طيب الله يديمك. زاغروس شوف احنا رغم ما ابتسمنا شويه وابتسامتنا زاغروس حبيب علاوي زاغروس ابتسامنا لازم تسمع لك رساله مؤلمه يعني تسمع لك فد حكايه سم من نفرات بنات يتامى وهي اللي تعينهم بسطية مال خضرة يعني ما أريد أصور يعني أصور الحالة لكن شوف أمنا إيش قد تعبت يعني شوف إيش قد موقفها. هذه الأم العراقية اللي هسه واحد يعني واحد شحتي والله قليل للأسف يعني للأسف في بلد النفط يعني بلد الخيرات هالشكل يعني. شلونكم؟ شو أخبارك حو؟ هلا عمو. أنا هذه حالة من الحالات اللي نشوفها وحالة من الحالات اللي نرصدها وحالة من الحالات اللي تمر علينا يومية بشكل أو بآخر وبالتالي السلام عليكم. ابتسامة خير إن شاء الله وبركة والله أطبق يومكم أنا. السلام عليكم. شلونك حبيب؟ شلونك حمو؟ شو أخبار؟ الحمد لله. شو الأمو؟ جيد. قواكم الله. عيد عساكم ما تعباني. عينكي أبيع كوكاكيك. تبيع كتاكيت. ايه كتكوت. زين عندك راتب ما عندك؟ عندي راتب. زين يقول 150 شايلاتك شويه؟ ايه اهوى من الماء 150 ايه هنا ماسد. ايه وتجي السوق دائما؟ ايه يومي. يعبر الله يحفظك. مولي عزيز يعطيك الصحة والعافية. عزيز والولد وياك دائما؟ لا يعني ما تبيع حمل؟ مالاتك كلهن وانت بس السولف هنا؟ الله يديك الله يحفظك موفقين ان شاء الله يبارك فيك وبرزقك اللهم امين يا رب الله يديمك. وهذا العمر يعني شوف الحالات اللي يعني مرات ترصد الكوشيا والله ترصدها بألم والله تتحدث بها بألم يعني تتحدث بها. السلام عليكم.
وتتحدث بها بمواقف يعني هذه صعوبة الموقف وأنت في بلد نفطي وبلد خيرات الله كلها بي وبالتالي هالشكل يعني هذا صعب جدا. احنا عادة يعني بصراحة من تكون أنت ميداني من تكون يعني وسط الناس تشوف كل شيء. السلام عليكم، شلون أخوي؟ شو أخبارك؟ شلونك؟ السلام عليكم. خاف تقولون ما مر علينا وجانا. تصويرك ما طلع عندنا. يا هو بس ذكرنا التاريخ. والله العظيم ماكو شيء ما يطلع. شلونك؟ شلونك؟ الله يحفظك. شنو تفلس لو تاكل؟ والله نفلس وناكل. عوافي عوافي. الله يعطيك الصحة والعافية. شلونكم زينين؟ الحج شلونه؟ والله نعمة. يجي لا. موجود. لا. سلمونا علي والله هون. أدعو الله أن يحفظكم. يبارك فيكم. جدا ممتن حبيبي. دايم. السلام عليكم. لا كلها طالعة. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها. العمل الميداني ينطيك يعني بصراحة ينطيك صورة واقعية ويخليك في مواقف يعني في بعض المواقف صعب جدا. احنا عادة او اكثر من مرة صورنا بهذا المكان. اكثر الحبيب شلونك؟ قواك الله. اكثر من مرة صورنا بهذا المكان واكثر من مرة تجولنا واكثر من مرة تواجدنا بهذا السوق وبهذه المنطقة، بالتالي احنا الان بنكون قريبين منهم. بصراحة هو هذا عملنا وهذا هو التزامنا، هو الالتزام الاخلاقي والتزام. هلا شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ احوالك؟ تعال 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 تعال. السلام عليكم. شلونك عمي حبيبي؟ هذه واحدة من الصور اللي نشاهدها وواحدة من اللقطات اللي نشوفها. هو وصعب جدا تشوف الحالة بهذا المستوى، ويعني يمكن اللي نشوفه يوميا مو سهل، اللي نشوفه دائما. الله يساعدك الحبيب. شلون اخوي؟ السلام عليكم. شلونكم؟ يا ابو والله بيكم لازمه زين. اركض اخوي عامر. شلون اخوي؟ شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. شو الامور؟ والله تمام. شلون احوالكم؟ الحمد لله. سوقكم حار، ايش عجب مشتين وهذا سوقنا؟ والله لا حركه بي لا شيء، وحاسديننا سوق الشعب وسوق الشعبي، كل شيء ماكو. شبي سوق الشعبي؟ هاي وادم تروش هسه؟ اي أيوة والله فارغ. لا مشترى ولا بيع؟ أيوة لا الحمد لله، بس مرات والله تعرف انت. اجى الشفل وراح الشفل. هذا التهديد دائم. اي أيوة والله وخايفين من يمه. وهذا احنا الشوب. سامعين خبرتهم. اي دامه. والله. واحنا ضالين كاظين قلوبنا وهذا الوقت. والنتيجه شوف وجوهنا صفر. ماخذ لون الشفر. ايوه علي ايش نسوي؟ الحمد لله والشكر. يعطيكم الصحه. الحمد لله والشكر. زين هو ماكو حل يعني لو الشفر لو انا اقعد قوه يكون يدورون بديل لهاي العالم الفقره مو احسن؟ بدال ما يهدد اجى الشفر وراح الشفر اجى الشفر واحنا ضالين. الحل والنتيجه شنو؟ يدورونا غير مكان ونروح نحاول وخلي يفلشوا. تقنعون بغير مكان؟ اي لا شلون؟ والله. ندفع ايجار للدوله رمزي؟ ندفع اي ندفع اذا ايجار مناسب ليش ما ندفع؟ ومكان حلو ومرتب بعد احسن، احنا نكيف النظافه. مو هو هذا واقعنا. انت هسه من تحكي يمكن تحكي عن نفسك ما تقدر تضمن. بعد ما اعرف. ما تقدر تضمن خمسه وياك. يجوز اي صح. ما تقدر. اي صح، بس احكي عن نفسي غير. أنا إذا يدوروا لي فرصة غير هاي أروح في سبيل يعني إذا هم يقولون نظافة وهاي مشوها القطاع أو الشارع إحنا بخدمتهم، خلي يدوروا لنا فرصة وبخدمتهم. هم قعدت توي مسؤول وحكيت هذا الحكي لو ما صارت فد وقت الانتخابات حكينا هذا الحكي وإحنا بخدمتكم وندور لكم فرصة وتعمل غيره وكل شيء ماكو. الله وكيل. وهاي حالتنا. هم راح تجي الانتخابات وهم راح شوفوا هنا يجونكم ويقولون عليكم واحنا بخدمتكم. قبل الانتخابات يهددون يفلشون النوب تعال وياهم لازم تتعامل وتحكي وياهم سبحان الله يا هاي الامور. يعني ما صار لكم قلب؟ احنا العراقيين احنا انا خاطب الكل والله. ما صار لنا قلب اللي صار بينا؟ صار بيجي ورا
نتقشمر بعد ببطانية ونتقشمر بخمسة وعشرين ونتقشمر بنص دجاج. ضعيفة تتقشمر الله يشهد. بس مرت هالشكل علينا ماما هي مرة مرت علينا صوبة نص دجاجة نص دجاجة ويا خمسة وعشرين طبقة مال بيض طبقة مال بيض اي والله اي هاي لهم انه فهم تمر علينا وهم بعدين نظل والله قلت لك بس النفسة ضعيفة يسوي هيك. خلينا نشوف ايش ضامينا ايش ضامينا يجوز يتطور الفخذ اي يصير. الله يعطيكم الصحة الله يحفظك ومشكور الله انه على الجولة هاي. اي والله لان حقوق العالم وانتم بعد جزاكم الله خير الجزاء. اولا والله العظيم اولا احنا شباب وحالنا حالكم عارفين بالوضع يعني احنا ما جايينكم من غير بلد وهم عارفين وعارفين جاي يصير والوضع شلونه وعارفين كل الامور. احنا الان من نسولف والله العظيم اقسم بالله الكريم من نسولف اريد نوصلهم فد رساله. هسه احنا اللي علينا هذا بعد انتم اللي عليكم شنو الفائده يومين يحكي بقناه يوميه بقناه وماكو اي والله ماكو فائده. بس احنا نقول لعله وعسى لعله وعسى اكو فائده لهاي العالم. المحلات الايجار ايجارنا ايش قد 500 مو تطيب ايجارات اي احنا ايجار سنوي من غير يجون هنا من عدا يعني ها ضريبه مهنه وضريبه دخل كلها هاي مريوده منك كلها من يمني مريوده. وانت شوف بعينك السوق يومي الصبح اي والله شنو حساب يوم هو لو سنوي لو تدفع لو تدفعون لو احنا نسد المحل 5000 6000 يطلع يوميه تجعل الدوله على حسابك. احنا هم ماشي لو بين وصل قانوني مهم للاسف والله شي يريد الانسان يعيش بعد اكثر من اللي عاشه. ها جدا ممتن تحيات الشباب موفقين موفقين اخو اعزاء والله هاي هي الصوره بعد الساعه احنا ندليهم على الصوره ضايعه. شلونك حبيبي شو اخبارك شلونك الله يكون بالعون لا بد يجي يوم. شلونك اخوي شو اخبارك الله يسلمك شلون امورك الله يسلمك احوالك والله على الله نريد نحكي والله على التبليطات لاكو تبليط لاكو مجاري يا منطقه احنا نازلين منطقه الاستكشافات زين ايه هناك لا توصل تبليط لا توصل خدمه يعني هناك يجينا خطار ايه. والله يقول اعطيكم عمه 5000 بدال 3000 بس طلعوا لي هنا يسلم عليكم وردوا اي والله يقول يعني طبوا بسياره جديده تطلع من هنا بشكل ابوي يعني شلون والله اريدنا بس تبليطات هي المنطقه لو مو وصولي والله هي احنا ناس تجاوز وبيها شغل ايه كلها تجاوز العالم ما مثل ما عاد هواي قاعد زين صح لو غلط ايه هذا وين العمال وين المحتاج قاعد بيه لاك ايه فلا تبليط لا مجاري زين اسمي كريم انا اسمي صادق صادق حبيبي المدرسه مو ايه بالمدرسه بس المنطقه لا هنا انا ناس شلون تمشي بالصيف بالشتاء والله شو نسوي كنا طين نشبع ونطب المدرسه بالشتاء بالطين اي والله الصيف كنا حراره وتراب الله يساعدك اي والله شو نسوي يا صف والله انا ثالث ما شاء الله ايه شاطر زين شاطر لا والله زين الحمد لله زين دروس خصوصيه لو بدون لا والله كلها خصوصي اه والله اروح نواقص عندكم المدرسه لو ما اي والله فد رحلات وهاي وقعات الجهال وهاي فهم المعلمين وهاي لا زينين مدرسينكم اي فهمونا وهاي جيد اي ما عندكم شواغر لا 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 ما عندكم درس ما موجوده للست لا لا, 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 لا لو مثلا غايبه او هاي لا عندنا يجون غيرها مثلا يدرسونا غير ماده غير هاي ايه. شلونك بالانجليزي والله انجليزي مو كلش رياضيات زين زين بعد عربي زين ايه كيمياء فيزياء زين بهن يعني مو كل زين بهن اي شاعر بس لازم تقرا صحيح اي احنا نتعلم ومشي امورك صحيح مشي امورنا اي موفق ان شاء الله رحم الله والديك عزيز لا مشكور وعلى بخدمتك والله تحتاج من عندنا شيء مشكور رحم الله والديك عينه وعلى رحم الله انت هنا شغل عمل جولة لا والله هنا انا جاي نشتري احنا نسوق نروح اي والله رحم الله والديك عينه ورده ورده حبيبي شلونك كابتن شو اخبارك شلون الصحه ان شاء الله زين شلون الامور احوالك طمني طمنا عنكم شلون وضعكم الحمد لله على الله سوقكم والله مواسم سوقنا يعني زين ايه هو بدايه موسم يشتغل اي موسم الشتاء تشتغل لك 10 ايام 15 يوم بعدها يعني يصير كسل السوق تعودتوا عليها ايه تعودنا شو نسوي يعني صارت طبيعيه الايجار طبيعيه يعني ابو الايجار ما يلحق على الايجار المحله يعني اذا ما باع
باليوم يبيع له قطعه قطعتين يسد، بس ابو الايجار ما يلحق، الايجار 300 و400 ما يلحق. فايش يسوون؟ شهرين ثلاثه يطلعون من الايجار. توصل هنا اسعاركم بالايجار اكثر من 400 500؟ حسب الدربون، هسه هاي دربونتنا مو 200 300 150، بس هناك بدايه السوق ذاك يصير اغلى، ب 400 500 يوصل الايجار. 500 يوصل ايجار في منطقه شعبيه ووضح مدينه الصدر. وضعها يعني هو مو كلش فول، بس وضع متوسط، الناس يعني من متوسط الى دون متوسط. هنا شويه تلزمك موضوعه السعر، وتلزمك موضوعه الجوده بالقطعه، وتلزمك الزبون، ويلزمك لازم متعنى عليك وجايك ولازم توقع له، هذا بحساباتك. ويلزمك الدولار، ممكن الدولار هو مرتفع. انت هنا مو شغلتك يوميه يعني تتسوق، انت تاخذ هسه هذا الكرتون او يعني كل 10 ايام كل اسبوعين مسواقك يصير. شلون توالم روحك ويا الدولار؟ شلون توالم روحك؟ ربحك قليل انت، بس اهم شيء قطعه تجيب اصليه. يعني شوف تجيب هذا خامته ما يصوف، هذا اصلي، تجيب القطعه خام، تجيب هذا المو زين. السعر هنا السعر هنا ماشي عندك من تصعد القطعه؟ يعني مو كلهم يشترون، اكثر شيء يدورون الرخيص، بس الرخيص يعني يفشل حسب المنطقه. بس عندنا معامل يردون قطعه اصليه، ما يهم السعر، المهم قطعه تكون يعني تبقى محافظه عليها. يعني تقريبا منا بيش يعني، يعني من الاقل شيء 10,000 لحد 20,000، بس قطعه يعني مرتبه شلون مال الكبار الشوابي نفسه، بس على ولادي قياسات صغار. جي ايه زبائنك هناك كله ما اشتغل لا بالصيني ولا بالسوري، كله تركي اصلي. يعني عندنا السوري اي موجود سوري، عندنا الصين اي، بس يعني نوعيه رديئه، مو التركي يعني قماشه افضل شيء هو بالسوق التركي. زين الزبون اللي يشتري منك مره ومرة الثانية يريد يجيك هم يشتري ويلقى فرق بالسعر، يعني أنا هذا مشتري مثلا قبل أسبوع مثلا أو أسبوعين اشتريت، وإذا عاجبني أنه أشتري القماشة حلوة وعجبني أنه أرجع عليك، لقيته تقريبا سعره صاعد 3,000 أو 4,000. لا مستحيل، ترى ربحه بسيط، يعني ما نحمل القطعة. يعني القطعة صعد الدولار نزل اي صعد الدولار، يعني كنا نستفاد بالقطعة 2,500، يعني توصل كلش 3,000 بالمواسم. زين احمالته يعني انت تدري بيها والتاكسي والهاي يعني متعب. اي هو شغلنا احنا ما يعني بالازيت شي 3,000، بس بالايام العادية ما يربح. يعني القطعة 1,000 فيها 1,500 هيك، يعني ما تقدر تحملها اكثر من طاقة تقدر. اي هذا حدها، اي هذا حتى، بس القطعه يعني الرخيص انت حتى لو بالقطعه 500,000 تمشي، لان هو عليك رخيص. زين انت جاني السوق كله بالورق، اقل شيء ب $100 دار، زين يعني $120، يعني هو فلوس انت تسوق يعني فوق ال 50 ورقه اذا محلك هيك. زين 50 ورقه 500 دينار ما تصرف لك، تذاب بفلوسك كلهن عليه. عندك الصعود والنزول. طبعا الصعود والنزول، صعد الورق بعدين نزل، يعني انت راح تخسر بهيج حاله. الله يكون بالعون ان شاء الله. رحم الله، انا جدا ممتن، اهلا وسهلا بكم، شرفت ان شاء الله، فرصه سعيده. انا دائما والله اجي تونا، هي اتذكره قبل سنتين بموسم المدارس. لا لا جيت قبل فتره ها ما شفتك بموسم المدارس، هم كنت انا شفتك. موفق ان شاء الله اخ عزيز، واتمنى لكم دائما الرزق الحلال. ورده ورده موفق موفق حبيبي، الله يديمك. هذه هي انا الان من نتحدث وياهم، نتحدث وياهم اخوه اعزاء، يعني ما نتحدث بي يعني بشكل رسمي ورسميات وياهم ابدا. فامنياتنا لهم ان شاء الله دائما التوفيق والنجاح. السلام عليكم. وهذا يعني بصراحه احنا مرات من نكون في هذه المناطق تحديدا نفرح من يكون اكو عمل عندهم، نفرح من يكون اكو فد فرصه للشغل وشغلهم ماشي وعملهم ماشي، لانه هاي الناس طبعا كل شيء صار التزام مادي. تقريبا العائله اللي ما عندها يعني كل شيء تشتري، يعني طبيعي يصير التزامات بين المولد والانترنت والكهرباء وغيرها من الظروف، واللي عنده مريض الله يكون بعونه يعني. وهذه يعني بصراحة يعني فوق قدرة المواطن يعني بصراحة، يعني أكو بعض الأشياء هي المفروض تنحل من المؤسسة نفسها، لكن
صار طبيعي تعودنا يعني. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلون الامور؟ ان شاء الله زين. شلون احوالك؟ الله يبيك الله يحفظك. والله الحمد لله. نحن سعداء جدا. احنا الاسعد غات بلقائك. منطقتنا وولاية. والنعم منك ومن منطقتك حبيبي. بارك فيك. شلون الامور؟ نعم الحمد لله. شلون حركة السوق التجارية؟ والمو ابو محل متبضع. انت متبضع. شو تشوف والله السوق؟ والله الوضعية تعبانة مال العوائل اكثر شيء هاي الفترة الأخيرة. سوق ركود يعني هم اكثر اهل المحلات نعرفهم. اي. قاعد يشكون جاي يتركونهم. معروفة يعني ما حد يعرف الثاني. ولا واحد يعرف الثاني، السوق شوية المواد كلها صعدت تدري انت، والرواتب نفس الرواتب، والعمل كله رجع تراجع مو مثل قبل. وخاصة المواد الغذائية كلها ارتفعت، اللحوم والأسماك الدجاج تعرف انت. واستمرت على الصعود يعني. ما نزل أبد. ما نزل. وكل حال يعني الدولة كل ما تقول راح نستورد نفتح استيراد نفتح ما أعرف شيء نفس الشيء. بس حكي. هو احنا محددين الخلل وين؟ الخلل أكيد هو تخطيط ماكو. حلول تخطيط حلول جذرية ماكو. إي مرة يسمح بالدخول نزل البيض البحر البيض ستة الأربع العلاقة الكبرى البيض البحر. ليش الايام كان بثلاثة ونص كان يدخل المستورد تعرف انت. الطماطم انا البارحه سالت عليه ب 2000 2000 الا ربع. ليش؟ ربع هم من عول المستورد. يسمحون اسمح للمستورد خليه يدخل شنو ذنب الفقير؟ انا اذا بحاجه المستورد افتح افتح حدودي على المستورد ولا وبالطريقه اللي تناسب وضعي، خو ما افتح الحدود انا على كل شيء يعني. الفلاح دائما يشكي، تروح لابو المصالح يشكي، اي مصلحه الان هو يحكي لك عن معاناته، بس بالمقابل ماكو خطه يمشي عليها. ماكو خطه، ماكو تخطيط ابد، ماكو خربطه بخربطه، بلد كله خربطه. شوف الهوسه مال العمار والجسور والجزرات الوسطيه والتبليط، باول مطره غرقنا وانتهى كل شيء، كله خرب. التعب والصرف ماكو تخطيط، انت قبل كل شيء، قبل تبني بنيتك التحتيه، كمل مجاريك. البنيه التحتيه طبعا لازم ابنيها جو. اول شيء لازم تسوي المجاري مالتك، اذا انت مجاري ما مسوي شلون تبني فوقها؟ يعني هسه قام يحفرون، هسه حافرين بازي خانه، حافرين بعد الشوارع، يسوون خطه مال امطار، زين وين كنت بالصيف؟ هسه ويا الدوام الشوارع غاصه هسه بالازدحامات، ترجع من الدوام قوه توصل لاهلك والله العظيم. مناطق لحد الان فايضه. مناطق هاي البلديات وزيون وغيرها لحد الان فايضه. اذن المناطق يعني اذن مناطق راقيه وبنص بغداد. المتر مالتها باربعه باربعه ونص، هاي لو شافك التصوير بالموبايل كوارث. انا غير طبت بيها لهنا. حي التجار اغلى منطقه عندنا بالبلديات. هي ماكو البيوت صارت منكوبه لا كهرباء لا شيء، ثلاث ايام ما طالعين من بيوتهم. عجيب. حتى خلصوا مسواق خبز طماطم ما عندهم، لو طيارات تجيب لهم طيارات هم احسن. وضعيه تعبان استاذي. عن 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 محا يعني عن عن تسولف عن عاصمه يعني عاصمه بمستوى عاصمه. والله يعني هيك مركز حكومه وزارات ودنيا. القضيه والنواحي شلون عايشين؟ الاطراف شلون عايشين؟ باطراف المحافظات شلون؟ الله يعينهم. والله العظيم الله يعينهم. إذا هنا عاصمة وأمين ودنيا ورئيس وزراء دولة هنا دولة الحكومة كلها هنا كلها هنا هالشكل مشكلة مشكلة. الحمد لله على كل حال. أنا سعيد جدا أشوفك. أنا أسعد أستاذ العزيز وأتمنى لك الخير والبركة أخ عزيز والله موفق موفق يا طيب الله يديمه. السلام عليكم حب. هذه واحدة من الصور يعني. السلام عليكم. هلا عمي شلونك؟ شلونك؟ شلون أمورك؟ السلام عليكم شو اخباركم؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ شلونك انت؟ ماكو شيء والله مشتاق لك والله العظيم والله العظيم مشتاق مشتاق لك ما تسال عليه ما تنشد شلون انا موجود؟ ساعة لازمها وين اسال عليك انا؟ وين ما تسال عليه؟ لا والله شلونك؟ جيت والله ذاك اليوم ما شفتك والله والله جيت افتريت هنا بالسوق بالله الكريم وسالتهم عليه قالوا الله يخليك شلونك؟ الحمد لله شلونك؟ والله شلون الحمد لله خير من الله شلون السوق؟ شرف خير من الله دوم يا رب دوم دوم يا رب دوم نعمه نعمه تذكرت تذكرت ادري ادري شلونك انت؟ صحتك هذا الوضع يعني اتمنى لك الخير ان شاء الله الحمد لله والشكر وين ما صير هذا الحمد لله اي هذا مصدر رزق هالشكل يكون عودتونا أنا تحملته والضيم ذاك هسه احنا هاي عندنا سهل حجاطه زلاطه والله زلاطه وعلي ذاك راح مع ايام اللي شو اسمه البيض الدجاج الشوي وتقلاه راح ان شاء الله هسه يسمع عنك الاسوار خاف بيض بيضنجان وغيره خاف يضوجه نحني ويضوجه بعد ماكو كله الدليفري هي هسه كله توصيل كله واصل هسه الو الى البيت شلون نعمه عساك بالنعمه شلون اشوف حركه والله الوضعية هاي تعبانة الوضعية تعبانة
الحمد لله وضعي تعبانه شوي شوي. لا ان شاء الله بركت الوضع يتحسن ما يبقى على هالعطل. شو جبناها بلكت من زمان؟ لا لا ان شاء الله يوم على يوم يتحسن. هذا اللي يدب شص وينتظر بلكت الصيد على يطيح لك يا صاده كبيره يا صغيره تمتيه بنيه نوبه تطلع لك جذبه دوده ما تعرفها انت وربك يا موسى. هي هم احنا اي هذا بينها على الله والله كريم بس ان شاء الله يحفظ الناس خير من الله. خلنا نرجع لهم والله خلنا نرجع لهم هسه هم يباوعون علي. ايوه شلونكم شباب؟ شلون شغلهم هنا التواقف؟ شغلهم مشرف شرف المليارات يا حظي يا الله. السلام عليكم. ادري هو مشرف حاطينكم. شلون اخوي؟ شلون؟ الله يخليك. يوميت تريليون 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 الله خير من الله نحتاج احنا اخوتك خير من الله. شلونكم؟ شلونك يا غاتي؟ زين ان شاء الله. والله زين والله قناه مميزه قناتكم. احنا بنشوفكم بهاي الضحكه وهاي الابتسامه تسوى الدنيا. والله الحمد لله والله انتم طيبين. ايش باقي؟ انتم طيبين. الله يديم الله يحفظ. 50 سنه ورايحين. دعك والله عم تضامن ال 50 ان شاء الله. والله انا ما ضامن 30 20 ما ضامن. بعد طلق هي طلق هذا متفائل متفائل بالخير. انا سعيد جدا شوفك. اهلا وسهلا بكم الخير مميزه الله يديم محبوبه ان شاء الله. هذا واجبنا وانتم هم اهلنا مو غربه يعني. من نجي ونسولف وياكم ونضحك مو سهلة هاي مو أي واحد يعني. لا زاكا روس معروفة الحمد لله معروفة أنا يعني من متابعينها قناة مميزة. أعطونا ملاحظاتكم علينا. والله هي تبحث عن هموم الناس تبحث عن أمور واجب. المجتمع واجب. وهي يعني نقدر نقول تحط حلول تبحث عن مشاكل. ناخذ الصفحتين احنا ناخذ الصفحتين الزينة والموزينة الزينة والموزينة ويعني تبحثون عن آراء الناس عن مشاكل الناس عن هموم المجتمع وإن شاء الله يعني هم تحطون همين تحطون حلول. إحنا هسه من نتواجد هسه ونسولف هو هذا هم جزء من الحل. هذا هو هذا اللي نريده نقل هموم الناس. إحنا هسه من نطرح الهموم هنا ترى واحدة اثنين معدودات بس من نقول مثلا معالجة مثلا هسه على سبيل المثال المدارس مثلا أو المستشفيات تتعالج ووضعها ويتحسن وضعها هذا هم احنا هسه جاي نطي ولكن بالبطيء بالبطيء نفس المكان. احنا قبل شويه قلنا الولد اجى ظلينا نضحك قلنا هسه ظلينا نضحك قلنا قبل سنتين اجى الولد اتذكر بدايه السوداني من اجى تتذكر من قلت نتفائل خير هسه هسه وبعت الناس تتفائل خير وتكيف على اللي يشتغل طبعا كيف هسه افرح من اشوف جسر ينبني وافرح من تكون مدرسه وافرح من يكون مستوصف وافرح من يكون لا والله يعني بلد خير شخص واحد وبلد بفلوسنا يعني يعني الصراحه نطمح للاكثر وهذا كله قليل وهذه المفروض احنا قبل 20 سنه 30 سنه هاي حالنا زين هذا المفروض احنا هاي حالنا احسن من هالحال قبل 20 سنه بس الامور عكست احنا نطمح للاحسن ان شاء الله خير ان شاء الله. احنا على قولة اهلنا يقولون احنا رايحين بس شلون الاجيال هذول اللي يدفعون الثمن هذول ان شاء الله هم نقول الخير بيهم ان شاء الله هم هذول البركة بيهم مستقبل. إذا يظلون عن هالحطة لهم مستقبل زاهر. إذا يظلون عن هالحطة وإذا لا والله أكو تغيير لا لهم مستقبل. يجوز بعد سنتين يجوز بعد سنتين هم تجي هنا وذكرك والأمور بعد أحسن وهم نضحك وهم نضحك أنا قاعدة 50 سنة 50 سنة هذا الروسي تحياتي السلام إيدك الله يعطيك الصحة والعافية وأنا سعيد جدا حبيبي عمي لا والله انتبه على صح رحم الله والديك الله عيون الوادم راح تاكلك الحمد لله والشكر خير من الله تحياتي وردة الله يديمك شلونك عمو؟ كل الحب والتقدير لهم والله امنياتنا دائما هذه الابتسامه يعني. اتذكر صدق قبل سنتين او سنه ونص وكنا في هذا المكان تحديدا نفسه يعني وكانت الحركه وحركه الناس ووضعهم تقريبا نفس المستوى الان اللي نسولف فيه لكن افضل نتمنى الافضل دائما ونتمنى انه هذه رسائل العالم ورسائل الناس توصل الى السلام عليكم إلى المعنيين إلى من هم أصحاب شأن إلى من هم يعني أهل موقف وبالتالي لابد أنه يصح الصحيح لأنه كافي دفعنا ثمن هواية يعني بلدنا بلد خير بلد نفط بلد ما محتاج
لكن اللي يحتاجه هو فقط انه بصراحه الاداره، اذا الاداره صارت تمام امورنا ماشيه، واذا الاداره بيها خلل وبيها لون من بصراحه من الظرف الصعب، لا احنا نتعب وندفع الثمن نظل طول العمر. خلنا نشوف والله. السلام عليكم، شلونك حب؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ الله يخليك. شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. يا مرحبا. شلون احوالك؟ الله يخليك. يا الله زيارتنا الثانيه هاي لك وتكون المحل ان شاء الله. حياك الله استاذ حبيبي. الله يديم. يا مرحبا. شلونكم اخوي؟ الحمد لله. حياكم الله. الله يخليك، رحم الله صحة وعافية. حياكم الله، يا مرحبا. شفت وين نزل؟ الحمد لله. بضاعتك نزلت. خير وبركة إن شاء الله. الله يسلمك. شلون الحركة بالله يمك؟ والله الحمد لله ماشية. الحمد لله. نعمة. المدينة معروفة وأسواقكم تقريبا الشعبية هي معروفة صارت. يعني الأغلب. أغلب شيء. أغلب الشعبي. الشعبي هو الرخيص. يبقى ماركات يعني. أكو واحد هنا يبيع يعني ماركة الزينة، يعني السلعة الزينة ماشية لو هم. أقل. ها. أي نعم. بينما هو سوق شعبي. أي الأكثر يعني مثل ما نقول بالغ. أي. نظرة الدور السوقي هذا الماشي. السوق الماشي بالضبط. اللي يفكر مردود مادي بالضبط. يفكر ارتفاع ويفكر. بينما يعني ترجع للأصلي هو الأحسن. طبعاً. بس احنا ما عندنا هذا، صارت عندنا هسه ردة فعل. الحاجة إذا أشوفها غالية ما تشتريها. بالضبط. صار طبيعي. احنا عندنا رواد الحمد لله والشكر. أي نعم. ماكو ناس تاخذ. بالضبط. أنت قديم بالسوق بالمصلحة. والله صار لي 18 سنة. صحة. الله يسلمك أستاذ حبيبي. 18 سنة؟ 18 سنة أنا هنا. ما شاء الله. إيه. أنت مسواقك تجيبه لو هم عن 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 خلال تاجر أو. لا استيراد خاص من اسطنبول. أي نعم. يفتح لك باب هذا؟ يعني باب للتطور العمل ما له علاقه ربما يعني. اي نعم. اكو منافسه قويه بالسوق كلس، لازم تحسب حسابك من اول صناعه البضاعه الى ان توصل لك. ولا المنافسه حلوه. اي نعم. المنافسه بعض الاحيان تخليك في موقف، يعني ممكن تخليك لو امام خساره لو ها ماكو خساره الحمد لله. اي الحمد لله والشكر. يعني ما تخسر لا زبائنك ولا تخسر اموال. هو الاسلوب الاول بالمبيعات التسويقي. نعم. التسويق ومن ضمنها هسه بدت مرحله عندنا، مرحله التكنولوجيا الحاليه وبدت عندنا مواقع التواصل واهتماماتكم انتم طبعا بها هوايه، وهذا هم يفتح لك باب جديد يعني. والله هو استاذ شوف جاي نشوف الدغش اكثر شيء بالمواقع التواصل، يعني يشوفك قطعه يوصل لك قطعة ثانية. اي نعم. مو مثل ما تجي تشوفها، تشوف القماش، تشوف الموديلات ويدك افضل، فنجد الدغش اكثر من مواقع التواصل. الناس هبت فد هبة عليها. والله هو الناس يعني وين ما تشوف الذب عليها. عندك انت مواقع تواصل ومهتم بها؟ لا والله ابقى هيك، انا عندي رواد خير من الله. جي. الحمد لله والشكر. اي نعم. ما محتاج انه محتاج تواصل اجتماعي. انا قطعتي ببيع بدون ترويج. اي نعم. ادعو الله انه يوفقك. الله يسلمك استاذ حبيبي. انا افرح بكم ان اشوفكم تشتغلون. حياك الله استاذ حبيبي. يا مرحبا شرف. واعزاء. الله يسلمك. واعزاء تحياتي وسلامي. يسلمك. سلام للاخوه اللي ما شفناهم يمكن. والله الحمد لله. مجموعه هناك. اي نعم. تحياتي. الله يسلمك استاذ حبيبي. حياك الله. يديمك. الله يحفظك يا طيب. الله يديمك ويحفظك. طبعا كل الاخوه هنا محط اهتمامنا، يعني احنا الان من نسولف بشكل بسيط وميداني عنهم وعن تفاصيلهم وعن عملهم، لأنه مهما يكون هذول أخوتنا ونمر بيهم هسه مرتنا عليهم وابتسامتنا وياهم تسوى عندنا ذاك الحساب. فندعو الله أنه يوفقهم ويوفق كل واحد فاتح رزق باب حلال ويسترزق منه بالطريقة اللي تليق به وتليق بإنسانيته. تقبلوا ودي واحترامي انا ومحدثكم محمد الركابي وزملاء اللي رافقوني بهذه الحلقه، الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور يحيى مزهر. نشوفكم خير وسلامه، الى اللقاء.